السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احتراماتي احتراماتي للمملكة العربية السعودية وجنودها والشعب. احنا نحبكم من فوق. الله يبارك فيكم ما شاء الله عنكم، الله يحفظكم، الله يحفظكم يا رب يبارك فيكم، جزاكم الخير على العمل الطيب ما شاء الله عنكم، الله يبارك فيكم، الله يحفظكم، خليكم ما شاء الله عنكم، الله يثيبكم وتعبكم، جنب أثوابكم في الجنة إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله يعني عمل جبار يقومون به والله، يعني عمل مشرف، يعني يجدر بالعالم كله أن ينظر إلى تعامل هؤلاء الجنود في معاملة الحجاج، يعني وإرشادهم خدمتهم، يعني سبحان الله العظيم شيء يشرف. كنتم معنا هنا من أمام مسجد الخير، مسجد الذي صلى به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى.